عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء، ونبدأ حلقتنا بالدعاء. يلا يا شيخ أحمد نبدأ أول حاجة كده بالدعاء. أيوة أنا دعاء وأنا تعبانة النهاردة، أنت ادعي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مولانا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا ربنا وكفى، حسبنا ربنا وكفى، حسبنا ربنا وكفى. نسألك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وكل من له حق علينا من النار. نسألك لنا ولهم رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم لنا ولهم من سخطك والنار. اللهم يا ربنا أصلح لنا قلوبنا، أصلح لنا قلوبنا، أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا أعمالنا، وأصلح لنا أعمالنا، وأنزل علينا الهداية من عندك، أنزل علينا الهداية من عندك، أنزل علينا الهداية من عندك. اللهم يا ربنا اشف المرضى وارحم الموتى، اشف المرضى وارحم الموتى. ونسألك ربنا أن تبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام. نسألك ربنا يا ربنا أن ترفع عن مصرنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلادنا واحة للأمن والأمان، اللهم اجعلها سخاء رخاء بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، ورب لنا أزواجنا. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا أزواجنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، ما تقبل يا رب. طيب نبدا بقى ونتكلم في حلقه النهارده. والطبيعي ان الاب والام يكونوا مؤثرين في اولادهم، يربوهم، يحطوا بصمتهم على شخصياتهم وعلى طبعهم، لكن قليل ونادر ان الولد هو اللي ياثر في ابوه. تخيل معايا قصه اب تابع على ايد ابنه، ايه التفاصيل ازاي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب يا رب. يعني الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين.
هو الاصل ان الولد يا استاذه دعاء او البنت دائما بتتطبع يعني بيتطبعوا الاولاد عامه بطابع الاباء والامهات. فلو كان الـ 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 الاب والام الاثنين صالحين فبيطلع الاولاد صالحين. ولو كان العكس فهنا بقى حسب بقى ما يتولاهم الله عز وجل. يعني احيانا يكون يقول لك كده المثل المصري بتاعنا ده يقول لك ويطلع من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. ولما دايما نقول كده كل انسان يحاول يحافظ على نفسه وعلى حدود الله عز وجل وانه يحافظ على طاعه الله تبارك وتعالى امام اولاده، لان اولاده بيرضعوا ده معنى الرضاعه كما يرضع الطفل من ثدي امه. الانسان بيبدا يتشرب القيم اللي بياخدها من الاب والام في كل شيء. بقى شاف الاب في طاعه هو كذلك الامر هتلاقيه في طاعه، الاب بيعمل معصيه هتلاقيه كذلك الامر بيعمل معصيه. النهارده بنتكلم على واحد قصه حقيقيه. الاخ ده قاعد في مدينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، بيقول عمري انا 37 سنه وربنا رزقني باولاد، لكن انا تقريبا المسجد النبوي ده تقريبا ما لا اتذكر اخر مره انا دخلت مسجد النبي امتى، انا مش فاكر. وهو قاعد في المدينه بيقول انا مش فاكر اخر مره صليت في مسجد النبي امتى، ما بصليش الا يعني لو قاعدين كده في مجموعه من الناس وحضرت الصلاه يلا نصلي وبتاع، غير كده انا ما بصليش. تقريبا ما فيش معصيه من المعاصي الا وانا عملتها، وكل ده وفي مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول انا ربنا اكرمني بزوجه صالحه، والزوجه كانت محافظه على الصلاه في الحرم، حرم النبوي، وكانت حافظه القران الكريم. وبتقول وكانت وهي حامل عندي اولاد ومنهم ولد اسمه مروان، بتقول وهي حامل كانت دائما تقرا القران وبتاع. الولد هو بيقول كده تقريبا رضع من ام الايمان. فالولد لما كبر بس ربنا ابتلاني في ابني ده، الابن ده اصم وابكم يعني بيتكلم ولا بيسمع، بس بيبدا يعمل زي امه بيصلي. وكان عمره 7 سنوات بيقول انا بتجهز وبتكلم مع اصحابي وخلاص وخارجين في سهره هنعمل فيها حاجه مش كويسه حاجه حرام. اذن المغرب فبيقول ابني لقيته بيشاور لي فبيقول لي الصلاه بالاشاره، فبيقول فاهم ابني اللي هو صلي انا خايف عليك، ويبدا يشاور له كده خايف عليك من ربنا. وبعدين فبيقول بدا يبكي، فبقى مش عارف اعمل ايه، يعني انا خلاص عاوز انزل. ده عيل بيكلمني كده، راح الواد جايب المصحف فاتح على صورة بيقول لقيته بيشاور ويقول له تعالى، وبيقرا الايه يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بيقول الواد لقيته بيعيط، بيقول فبكيت لبكائي، فبيقول فقمت على طول اصلي. بيقول محدش معايا في البيت هنا في الوقت ده الا مروان ابني، جه لصلاه العشاء فبيقول له يلا نروح نصلي في المسجد، في المسجد الحرام. بيقول فتجهزت وتوضيت ورحت اصلي في المسجد ده كله، ده بسبب مين؟ ابني. بسبب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي. فبيقول فروحنا نصلي في المسجد النبوي، فبيقول فلاقي الشيخ بيقرا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فبيقول فلا أسمع الآية دي وكأن دي رسائل منين؟ رسائل من ربنا. فبدأت أبكي، ابنه شاف أبوه بيبكي فبكى لبكائه. وبعد ما خلص بيقول ابني لقيته جاي حضني وقبل إيدي وقبل رأسي، وروحنا وقاعدين واضحك مع مروان وخدته في حضني، وصحابي السهرة اللي أنا كنت خارج معاهم ما خرجتش، أنا خرجت مع ابني النهاردة رحت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبت على يد ابني. ولما روح أول ما أمه دخلت بقى فرحان وبيشاور لها وبيقول لها بالإشارة إن بابا صلى المغرب وصلى العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبتقول ففرحنا ومراته راحت واخداه بالحضن وفرحانة وقعدت تبكي. بيقول مرت على ده في سنين وأنا بفضل الله لم أنقطع عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلا لضرورة قصوى كأكون مثلا أنا بعيد عن المسجد أو خارج المدينة. هنا يا أخوانا ما نستهونش أي رسالة تيجي من ربنا سبحانه وتعالى، وأي نصيحة حتى لو من صغير، حتى لو من إنسان لا يؤبه له،
يعني حتى لو انسان من الشارع كده لا متعلم ولا بتاع ولا احنا ما يعني ما نستهنش باي رساله تيجي او باي نصيحه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. الولد نصح ابوه فابوه اخذ بالنصيحه فتاب الله فتاب الى الله عز وجل، ونسال الله ان يكون قد تاب عليه. الامر الثاني ان احنا قدوه لاولادنا. ما ينفعش الا انا اروح ارتكب الموبقات واعمل المعصيه او اخلي ابني اجرأه على المعصيه بحجه اي حجج من الحجج الواهيه، فنخلي بالنا لان ده هيكون في ميزان سيئات يوم القيامه وهتسال عن ذلك يوم القيامه. الله عز وجل يقول قوا انفسكم واهليكم نارا، وابن عمر بيقول انت مسؤول عن ابنك ماذا ادبته وماذا علمته، وانت استرعاك الله رعيه فلا بد ان تحطها بنصحك. هو ده الرساله اللي انا عاوز اوصلها النهارده. اهم حاجه ان الواحد فعلا يقرا رسائل ربنا. صحيح فعلا سبحان الله. واحنا بنقرا يا استاذه دعاء حتى القران لازم اكيد هتلاقي فيه رساله من ربنا. الرساله دي ممكن تكون جايه في صوره نصيحه، وممكن في صوره موقف، وممكن في صوره ابن عمل حاجه كده فتنتبه تقول اه ده دي رساله، ده انذار من ربنا، وممكن تيجي بصوره عقوبه لان العقوبات اشارات. اللهم عافينا يا رب واهدينا جميعا يا ارحم الراحمين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. نبدا ناخد التليفونات. سمر اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. ممكن تعلي صوتك؟ ايوه عزيزي. ايوه اتفضلي سؤالك. يا حبيبتي الحمد لله كويسين بخير. اتفضلي بس علي الصوت. الله يبارك فيك. اتفضلي اتفضلي. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. أم محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي علي صوتك. الحمد لله والله. اتفضلي سؤال. أهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم تحت امرك. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير والله. شيخ احمد معلش. اتفضلي. لو سمحت انا عندي شخص عزيز عليا هو يعني على طول هو هي ومراته. علي بس علي صوتك يا ام محمد شويه. على طول هي وزوجها في خلاف مع بعض وعلى طول متخاصمين. مين اللي بيتخانق معاه؟ مين؟ يعني شخص عزيز عليا. هو الصوت بيقطع فاحنا مش سامعين. أنا معاك. طيب اتفضلي. بقول شخص عزيز عليا. شخص عزيز عليكي. على طول بالخلاف هي وزوجها. على طول هي وزوجها على طول في خلاف. مع مراته؟ يعني ايه؟ يعني واحد ومراته بيتخانقوا مع بعض. تمام. ها؟ هي دلوقتي يعني على طول متخاصمين، في على يعني طول متخاصمين يعني قليل لما بتصحى خالص. مخاصمينك انتي؟ لا هما متخاصمين مع بعض. يعني هما بيتخانقوا مع بعض وبيتخاصموا بعض. ماشي. هي بس عايزه تطلع عمره. عاوزه ايه؟ عايزه تطلع عمره. يعني هما ينفع تطلع مع يطلع عادي؟ تطلع مين؟ مش عارفه الحقيقه انا ما سمعتش حاجه، ما فهمتش. عاوزه تطلع عمره. تطلع عمره ايه؟ ما فهمتش المكالمه. طيب يعني حاجة. كان زوج وزوجه بيتخاصموا مع بعض كتير، لابد ان هم يصفوا المشاكل اللي ما بينهم كده ويبقى في دستور الحياه ويقعدوا يتكلموا، واي بيت لا يخلو من مشاكل، لكن القضيه الا تتفاقم هذه المشاكل، دي حاجه، ويبقى بيضبطنا يعني العرف والاخلاق والشرع الشريف. الحاجه الثانيه لو هي عاوزه تطلع عمره، انا ما فهمتش ما بقتش السؤال، هل هي ينفع تطلع عمره بدون جوزها ولا ايه؟ انا مش عارف يعني السؤال كان ايه، لكن على اي حال انا يعني هخمن كده. لو كان السؤال ينفع للزوجة إن هي تطلع عمرة من غير جوزها؟ ينفع يا جماعة، في إذا كان في رفقة مأمونة وبتاع، ورفقة المأمونة الحمد لله إن هو بطلع من خلال فوج من عندي هنا وشركة سياحة، وبروح هناك البلد اللي أنا فيها، فلو حصل مشكلة فعند السفارة بتاع بلدي اللي أنا لو في مشكلة فأروح ألجأ إليهم أو القنصلية، ففي رفقة بفضل الله مأمونة، والبلد اللي رايح فيها بلد ما فيهاش أي شبهة وبتاع، فالحمد لله دي ما فيش مشكلة في المسألة دي. لكن هل ينفع تطلع بقى بدون اذن زوجها في العمره؟ اقول لك لا، يعني بدون اذن زوجها اقول لك لا، يصفوا بقى المشاكل وربنا يكرمهم ويطلعوا مع بعض ان شاء الله. معانا استاذ مروان اهلا وسهلا. ام روان. اهلا
ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليك، عامله ايه؟ ازيك يا استاذه؟ الحمد لله. معلش انا عندي سؤال. اتفضلي. سامعني؟ انا سامعك، اتفضلي. دلوقتي انا عندي بنت بتشتمني ومش حلوه فيها خالص. لا، عندك بنت ايه؟ بتشتمني ومش حلوه معايا خالص، والفاظها مش محترمه معايا. بنتك دي عندها كام سنه؟ عندها 29. كبيره يعني. انت حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ فقلها. انت عندك كام سنه يا حاجه؟ حضرتك هي مطلقه بس قاعده معايا في البيت ولها اخوات تاني، فهي بتشتمني وبتجي لها دفعه. انا بعمل ايه بقى؟ بديها لها وما بردش عليها بنفس اللي هي بتقوله. هي ليه هي ليه طيب اخلاقها كده؟ ليه هي كانت كده ولا بعد ما اتطلقت بقت كده ولا ايه؟ لا هي على طول كده، هي كده من يوم ما ربنا جابها وهي كده. ماشي. ما انت بس اخوها كان موجود، كانت ما يعني ايه، كانت محترمه طبعا، ما كانتش تقدر تعمل كده. لما دلوقتي والدها محبوس وهي دلوقتي بتشتمني وجيلها دابع عليا، فانا لما باجي يا استاذ دعاء مثلا اجيب حاجه لاخواتها بجيب لها زيهم، لما باجي مثلا اي حاجه انا بجيبها للبيت هي نفس النظام زي اخواتها، فاخواتها بيشتموني نفس الشتيمه، بيقولوا لي انت مش بتعملي لنا نفس الكرامه معاها، فلازم احنا هنعمل كده زيها. لا معلش، هو يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ما ربيتيش ولادك كويس يا ام روان؟ لا ده هم يعني فوق ما تتخيلي. فوق ما تتخيل ايه؟ ما انا متخيله. هو لما ولادك يشتموكي دي تربيه؟ عايزين لي اخد موقف منها. فانا طبعا ما انت لازم تاخدي موقف منها. ما ينفعش. لا يا بصي يا شيخ احمد، انا باخد منها موقف. ايوه، ايه الموقف لما بنت تشتم امها؟ ايه الموقف اللي بتروحي تجيبي لها الحاجه؟ انا هقول لك، انا بخاصمها خالص، فهي معتزله منا قاعده لوحدها بس معانا في البيت. فانا لما باجي اعمل مثلا اكل انا بخليها تاكل، بدولها وانا ساكته. لما اروح اجيب حاجه الايه؟ بتقول لما بتعمل اكل باين بتعملي لها اكل معاكي ولا ايه؟ بخليها بقول لها تاكل من نفس الاكل، بجيب حاجه بأديها يعني مش برضه. ام مروان احنا عندنا مشكله دلوقتي، مشكله ان بنتك بتشتمك. بنتك معلش انا اسف في اللفظ ما بتحترمش حضرتك. اكل ايه؟ احنا سيبينا بقى من موضوع الاكل دلوقتي. انت ايه الموقف اللي اتخذتيه ضد البنت دي؟ عملت ايه معاها؟ قلت لها عيب يا بنتي؟ رحت ماسكاها ضربها بالقلم وقلت لها دي قله ادب اللي انت بتعمليها لما ترفعي صوتك على امي؟ امال ايه؟ ده انا ضربتها على تجميد ايدها عليا، ده جلس ادب جدا. ايه؟ خايفه تمد ايدها عليه. اخوه واولادك التانيين فين؟ بناتي بقى بيسمعوها بتشتمني بيقولوا لي طالما مش انت بتاخدي موقف منها احنا هنشتمك زيها، عشان انت مش بتاخدي لك موقف. لا هو انت غلطانه وبناتك غلطانين. هو في مشكله في التربيه. ما ينفعش بناتك يشتموكي. في مشكله في التربيه. انت بتقولي في مشكله في التربيه. طبعا. انت بتقولي جوزك محبوس؟ طب فين اخواتك ولا اخواته عمامهم؟ اخواتها يعني الرجاله، الرجاله اللي عندك في العيله فين؟ لا هم عمامهم بعيد عنهم وخلانهم مش هيسمعوا منهم خالص. اخواتها فين الرجاله؟ لا يعني اخويا الكبير شغال في مكان بعيد وانا مش بدخله في المشاكل لان هو اللي بيصرف عليهم وما اقدرش ان انا لا تدخليه في المشاكل. لما يكون اخ، ما هو هو الوالي دلوقتي، هو اللي مسؤول عنها، هو ده الوالي بتاعها. تدخلي اخوها، تدخلي اخواتك الرجاله، ممكن تدخلي عمامهم. يا استاذه دعاء، الاب محجور عليه، الاخ هو الوالي دلوقتي. فهي تقول له مش ضربها كذا مره يا استاذ شيخ احمد، ضربها كذا مره. وبعدين هي بتضرب، هي مش بتضرب، اللي عرفها ان ده غلط وده صح وان ده حلال وده حرام. مش المفروض احنا كده؟ مش دي التربيه اللي احنا المفروض نعملها؟ مش انا بعلم ولادي يا ابني ايه باللفظ ده؟ يا ابني حرام. انت عارفه انت بطريقتك ولادك دول هيضيعوا في الدنيا وفي الاخره، لان هم كده بيشتموا امهم. يعني مش بس يعني ده يعني عقوق شديد. واحيانا المتسبب في هذا العقوق بيكون الاب والام. الاب والام. يعني هي عندي اشكاليه اللي انا لما اجي اربي وانا مسؤول عن اولادي، مسؤول عن اولادي يعني ايه يا استاذه دعاء؟ التربيه يعني ايه؟ يعني اكلت وشربت ولبست، هو دي التربيه اللي احنا مقصود بيها؟ لا مستحيل طبعا، ما فيش كده في الدنيا. لكن عمري كان الاكل تربيه، ولا عمري كان اللبس تربيه، ولا عمري ما كان الشرب تربيه. مش هو دي التربيه، ولا المسكن انا قاعد فين، ولا الانسان ابن بيئته. انا ابن البيئه اللي انا فيها، البيئه بتاعتي دي اللي هي الاسره. فانا شايف ابويا بيربيني ازاي؟ يا ابني صلي، يا ابني صوم، يا ابني مش عارف في صدقه، يا ابني في مش عارف كذا، في والله الكلمه الطيبه، يا ابني في بر والدين، في حاجه اسمها عقوق، في حاجه اسمها جنه، في حاجه اسمها نار. لازم اقول ده
لازم اقول ده. وهي الام لازم تاخد موقف من البنت دي. لكن لا انا بعمل لها الاكل وبشربها ومش مدخله اخوها بس بتشتمني. ايه ده؟ وبعدين ولادها لو مش كده هنعمل زيها. اه التانيين بقى تجرأوا على الام. لا مفيش كده. التانيين غلطانين برضو. لا لا لازم تاخدي موقف. في منظومه كده غلط. في حاجه غلط. في حاجه غلط. العقوق كل الدنيا عارفه ان الانسان اللي يرفع صوته على ابوه وامه ده عقوق. خلاص انتهينا حرام. فده مش محتاجينه بقى نقول ده حرام حرام حرام. بس انا عندي اشكاليه في خلل في اصل التربيه. ايوه طبعا مشكله. نعم. كبيره. لازم كل واحد ياخد باله في موضوع التربيه. زي ما الشيخ احمد بيقول اهم حاجه نربي ولادنا على الدين، هو ده الرادع لكل شيء. طيب هنطلع فاصل والشيخ احمد مكمل معانا حلقتنا. خليكم معانا مشاهدين. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وتعالوا نشوف أول تقرير ونرجع له. اللي شايلهم وشايلة 10 بنات، 10 بنات، 6 مني و4 من واحدة تانية ماتت الله يرحمها ويسامح. احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي. نشوف بها الطريق، نشوف بها الطريق. أوقات كتير لما بنتسأل عن حالنا بنقول تعبان، قرفان، مكتئب، الدنيا جاية عليا. لكن أوقات كتير ما بنقدرش نقول الحمد لله وتبقى طالعة من قلبنا. النهاردة احنا معانا نموذج، نموذج في الرضا عن ربنا وعن أقدار ربنا عز وجل. تعالوا نشوف الحاجة نعيمة. يمكن واحنا ماشيين وبنشوف البيوت وحالها كده، يعني البيوت فعلا في بيوت بسيطة كتير، لكن مفيش أبسط من البيت ده، بيت الحاجة نعيمة. يعني ولا سقف ولا حتى باب للبيت. ازيك يا حاجة نعيمة؟ الله يسلمك يا ابن الله. أخبار صحتك ايه؟ الله يبارك فيك يا ابن. الحمد لله. انت عايشة هنا انت ومين؟ ايوه عايشة انا ومرات ابني هنا. انت ومرات ابنك؟ ايوه. ومعاكي كم ولد ولا بنت؟ ما معيش، انا معايا 6 بنات وجوز صبيان. جوز الاربع 6 بنات مجوزاهم وجوز صبيان، واحد قاعد في بيته والتاني قاعد معايا بيجري علينا. وانت زوجك فين يا حاجه؟ ميت والله، متوفي بقاله 20 سنه. وانت اللي شايله البيت ده؟ اللي شايلهم وشايله 10 بنات، 6 مني و4 من واحده تانيه ماتت الله يرحمها ويسامح، وانا اللي شايله 10 بنات. يعني شلتي حتى بنات؟ ايوه اشيله، ايوه اشيلهم على راسي. بنات جوزك مش بناتك؟ ايوه اشيلهم على راسي، ده بناتي مش بنات جوزي، ده بنات ابوهم اشيلهم على راسي. طيب انا عجبني المعنى قوي اللي الحاجه بتعمله، ربنا يديها الصحه ويبارك فيها، فكره ان حتى بنات جوزها هي اللي شايلاهم وتقول انا اللي اشيلهم. طيب احنا بقى واجبنا نشيلك يا حاجه. انا شايف كمان حتى البيت ملوش باب يا حاجه. الحمد لله والله نطرت، قعدنا وربنا قدرنا وقمنا والحمد لله وعايشين زي الخل. يعني لما بتمطر بتفضلوا قاعدين مكانكم المطر نازل؟ طب ما احنا بتمطر وهنروح فين؟ والله يا ابني هم اولاد الحلال، الشيخ عبد الله عمل لي جزء اوض حتى ما عملليش الحمام، والله الحمام رايد عليا. حمام مكشوف من فوق؟ ايوه حتى له بوص. انا شفت من شويه كده يعني معيز كانوا ماشيين، فالحاجه نعيمه قلت لها هم ليه جايين عايزين يدخلوا هنا؟ يا حاج هي بتحط لهم ميه هنا. أيوة معيز بتاعت الناس الثانيه بيجوا. أيوة. تحط لهم ميه عشان يشربوا. أيوة من عندها رغم ان البيت ما فيهوش ميه. والله احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس، وماشيين تحت ايد ربنا سلام عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي. نشوف بها الطريق. عاوزين بس النور والحال المستور من عندك يا رب. ربنا يبارك فيك يا حاجه ويديك الصحه ويعني يبارك في عمرك. قد ايه يا ست حنينه وطيبه وصبوره وحموله، ما شاء الله مستحمله كتير وشايله كتير واخدة كل ده بكل بسمة وبكل رضا. وأنا واثق إن شاء الله إن زي ما هي كده جدعة وصبورة وحمولة ومساعدة لكل الناس اللي حواليها، إن شاء الله ربنا يجعلنا كلنا سبب ونقدر نساعدها ونسعدها إن شاء الله. تواصلوا بإذن الله مع مؤسسة فذكر، وبإذن الله مع بعض نقدر نسعد ونساعد الحاجة نعيمة. شفنا طبعا التقرير وربنا يكرمها، ست جميله وراضيه
وربنا يقدرنا ان احنا نساعدها ونفرح قلبها. ارقام تليفون مؤسسه فذكر هي الارقام الموجوده على الشاشه دي، مش ارقام تليفون البرنامج، دي ارقام تليفون المؤسسه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم علشان يساعد حاله من الحالات، او يتواصل معاهم علشان يشترك في اي نشاط من الانشطه الخيريه للمؤسسه. برحب بيك مره ثانيه يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يعني الحاله اللي قدامنا دي يا استاذه دعاء، عاوزين نبدا بس ونقول يعني من اراد ان يسعد فليسعد، ومن اراد ان يجبر فليجبر غيره، صح؟ طبعا. ويعني سبحان الله الايات في كتاب الله عز وجل كثيره جدا، يعني اللي هو جزاء وفاقه، يعني ان هو الانسان اذا ما فعل شيئا واذا ما قدم خيرا فإن الله عز وجل يجزي له الثواب ويعطيه أضعاف مضاعفة ما أنفق. فقضية الإنسان لابد أن يؤمن بذلك. عشان كده كان الإمام ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه والإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن رجب، كانوا يقولوا كده يا جماعة إن الصدقة دليل على إيمان فاعلها. الصدقة دي اللي بيقدم صدقة هو ده دليل على إيمان اللي مقدم الصدقة. ليه؟ إن هو ما اهتزش، إن هو موقن فيما عند الله عز وجل، عنده يقين أن الله عز وجل سيخلف عليه خيرا. الإنسان ده هو بيعمل الكلام ده عارف إن ربنا أمره وحثه ففعل، فهو عارفة اللي هو استجاب على الفور، يعني على الفورية، ما عادش تراخى. لا ده تخيلي، وأنا عاوز أتكلم في الحتة دي بقى بشيء من التفصيل. الله عز وجل لما يذكر لنا في القرآن أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويجي في آية في سورة الأنفال يقول حاجة كده عجيبة جدا، يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. يبقى الإنسان الذي ما بيطعش يشوف أوامر ربنا ويشوف ربنا حث على إيه وسيدنا النبي حث على إيه وأمر بإيه وهو مطنش، يبقى ده عمل إيه؟ تولى. طب من تولى وأعرض عن ربه وعن نبيه، إيه اللي بيحصل يا أستاذ دعاء؟ أعرض الله عنه، صح ولا إيه؟ ومش بس كده، وأعرض عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا يتولوا عنه أنتم تسمعون. وبعدين يقول ولا تكونوا كالذين قالوا، أيوة صح ما شاء الله، والناس والحالة والحكاية والناس وقراء والراجل الفقير اللي جنب المسكين اللي مش لاقي، يا جماعة ده أنا جنب واحد فقير. فماذا أنت فعلت؟ أنت عمال تسمع وبتحضر خطبة الجمعة وبتسمع الشيخ وبيقول وبتقرأ المصحف وتدعي الإيمان وتدعي الصلاح وتدعي التقوى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. انت سمعت نفس، امال ايه؟ سمعت وسكت، يبقى ولا كأنك سمعت. امال مين اللي بيستجيب في الحقيقة؟ كما قال الله في سورة الأنعام انما يستجيب الذين يسمعون. سمعت تنفذ، عارف وروح ربنا ايه يا استاذ دعاء؟ ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. سمعت عملت ايه؟ ولا كأنك سمعت، ما فعلتش حاجة. دعاك ربنا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شفت ليك جار فقير مسكين يعني يتألم لألم الفقر والمسكنة، يتألم من شدة الفقر والمسكنة وأنت لم تفعل له شيئا، بس يا مولاه ما أنت معاك. بس أصلي معي مش شرط يكون معاك كتير، انت مش شرط يكون معاك كتير، انت ليه ما يعني سبحان الله. يعني كان سيدنا الامام مالك يقول كده، يقول ايه؟ وكل خير في اتباع من سلف. طب مين من سلف؟ الصحابة والتابعين دول، ايه مش هم دول افضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم كان أويس القرن ما معهوش، ما قالش يا رب ده انا معيش، هو اعتذر الى الله ان هو مش معاه، مش بايده، قال انا ما املكش الا الثوب بتاعي والطعام اللي ببطش. طب اي واحد يتكلم في حقي انا سامحته يا رب. انت لا، فيه وفي فايض، بس وان كان قليلا ما تحافظ على اللي باقي. فشوبوه بالصدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طب لا سمعته ما عملتش، فشوف انت عامل زي الدواب بالظبط. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لايه لاسمعهم. اسمعهم مش يعني يسمعوا بودنهم، ايوه لا، تحركوا بجوارحهم، صح؟ يفهموا ويشتغلوا، تحرك. الصحابة ما كانوش بيعملوا كده. الصحابة يا أستاذة دعاء أول ما يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام على طول على الفور،
تصدق رجل من ديناره من درهمه من بره من صاع بره من صاع تمره من صاع. على طول الصحابي سمع خد اللقطه وجري فجاب تحرك سمع السماع مش بالودن بس لا ده جوارحه تفاعلت فجري بايده وبرجله وجري عشان يجيب المال. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبعدين روح قايل بقى ربنا عارف الخلاصه فين. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. يبقى كل امر امر به الله وكل امر امر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على طول سارع. عارف المصارعه دي فيها ايه؟ فيها حياه للقلب. قلبك مش هيبقى قاسي. اصل لو قلبك قاسي هيبعد عن الطاعات، ولو قلبك قاسي هيرى المنكرات ولا ينكر حتى بالقلب، ولو قلبك قاسي سيرى الخير ولا يذهب إليه، ولو قلبك قاسي يقرأ القرآن ولا يبكي ولا يتباكى ولا يحمل أي حاجة خالص. طب واللي قلبه قاسي فالنار أولى به. فقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه بقى؟ يحييكم. فأنا لو نفذت ففيها حياة. ولذلك يقولوا لنا العلماء كده الإنسان عند إذا أراد انشراح الصدر يبقى فرحان وعنده طمأنينة والسعادة كده فليتصدق. صح. يبذل كده من ماله من مش ماله لا استغفر الله من مال الله الذي آتاه إياه. صح. يجد إيه؟ يجد سعادة مش يجد لذة. أصل اللذة وقتية وبتروح. بتروح. لكن السعادة لما تلاقي الناس الفقير ده فرحان وبياخد الصدقة دي هو بيقول إيه؟ يقول اللهم لك الحمد فيبتسم كده ويقول له روح ربنا يرزقك روح ربنا يسعدك هو يقول له اللهم امين. وبعدين يقول اصابتني دعوه امراه فقيره انا في يوم من الايام تصدقت فيعني سبحان الله فدعت لي فاستجاب الله لدعائي. هو ده اللي احنا محتاجين. طبعا. طيب نشوف كمان تقرير خير ومؤسسه فذكره. عايزه افكركم مشاهدينا ان ارقام التليفون اللي بتظهر على الشاشه طول فقره الخير وطول التقارير دي ارقام تليفون مؤسسه فذكر. طالبين من ربنا والله العظيم بنروح عند الجيران والله بعيالنا والنطرة شغالة علينا والله طالبين من ربنا بس ان بيتنا يتبني وتعمل من فوق بس يتسقف ولا يتعيد اي حاجة والله طالبين من ربنا بس طالبين من ربنا بس طالبين من ربنا بس والله طالبين من ربنا بس عيالنا بيجروا بس بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع حضراتكم نشوف حالة جديدة، حالة فعلا عايشة في معاناة، عايشة في ألم وعايشة في وجع. أسرة فقيرة جدا جدا مع الفقر اللي هم فيه إلا أنهم قاعدين في بيت مفهوش سقف. الأسرة قاعدة في بيت ما فعلا مفهوش سقف، متعرضة للمطر، نزول الأمطار، الهواء سقيع بالليل. أسرة ست أرملة بتربي في أيتام معاها خمس أولاد يتامى وقاعدين. تعالوا نشوف مع حضراتكم الأسرة محتاجة إيه وإيه طلبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا أن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد إيه وإحنا عايشين في ظل البرد ده والمطر ده في ناس لحد النهاردة ما عندهمش سقف يحميهم. بالفعل عايشين في بيت بدون سقف خالص، بيت مهمش فيهوش أي سقف خالص، المطر في أي وقت ممكن ينزل عليهم. تعالوا مع حضراتكم نشوف الأسرة دي محتاجة إيه وبتعاني من إيه. طالبين من ربنا والله العظيم بنروح عند الجيران والله بعيالنا والنطرة شغالة علينا والله طالبين من ربنا بس إن بيتنا يتبني وتعمل من فوق بس يتسقف ولا يتعيد حاجة والله طالبين من ربنا بس عشان العيالنا والله العظيم بنجري عند الجيران والنور بيقطع وبنجري عند الجيران والله العظيم بعيالنا ويعيطوا. لما المطرة تنزل بتعمل ايه؟ بنروح عند الجيران والله العظيم بعيالنا عيال النور بيقطع بيفضل يعيط وبيشللهم كده ويعيط والله والنور قطع. طب تقولي ايه لأهل الخير اللي سامعينك وشايفينك دلوقتي محتاجة منهم؟ النور قطع والله العظيم ويفضل يعيط والله والنور قطع. بنروح عند الجيران والبيت بتبقى غرقانهم مية وعايزين بس البيت اهم حاجة يتبني
ويتعمل بس العادي بتاعه بس. اهم حاجه تطلب من ربنا بس، الله يكفيكم شر المرض. محتاجين سقف بيت. تقولي الناس ايه؟ تقولي الاخر ايه؟ الله يكفيكم شر المرض. محتاجه سقف بيت ومحتاجه ايه تاني؟ حمام والله، حمام. ما عندناش حمام والله، على الكروده والله العظيم. طلب من ربنا والله. امنا واختنا لها طلب واحد يا جماعه، بتقول لحضراتكم انا محتاجه يعني البيت يستر عليا، محتاجه سقف بيت. سقف البيت سهم الواحد ب 5000 جنيه او السقف كله ب 20 او ب 30000 جنيه. هتقدر تصر اسره كامله، اسره مكونه من 6 ارمله بتربي في يتامى، معاها اولادها يتامى، عايشه في بيت للاسف ما فيهوش سقف خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. هتقدر فعلا تصر هذه الاسره ب 5000 جنيه وربنا يسترك في الدنيا ويسترك في الاخره. هتقدر تساهم وتساعد في ادخال السرور والفرح على الست دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخل السرور والفرح والسعاده عليك في الدنيا وفي الاخره مع مؤسسه فذكر. دايما بقول لكم انه مؤسسة فذكر بتعمل مجهود وبتنزل تعمل بحث حالة وبتشوف الحالات المستحقة علشان نعرضها، والصورة بتتكلم والتقارير بتتكلم من غير ما احنا نقول قد ايه الحالة دي محتاجة وقد ايه زي ما شفنا الحالة دي فعلا مستحقة ان احنا نقف معاهم ونساعدهم. وارقام طبعا تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة للتواصل معاهم. والمطلب بسيط يا استاذة دعاء، مطلب بسيط لما الانسان بيبقى محتاج ان هو حاجه تستره او حاجه تدفيه، هو مش طالب حاجه من الدنيا اكتر من كده. يعني بقول انا الحق يعني ربنا يا رب يبارك فيها ويا رب يعني يبارك في اسرتها. تقولي المطلب انا يعني هو التقرير خير دليل يعني، والصوره هي خير شاهد. فمحتاجه حاجه بسيطه، الحاجه البسيطه دي ان هي حاجه تسترها بس، مش محتاجه اكتر من كده. تتخيلي كل مطلبها في الحياه انها تستر، انها تنستر في الدنيا هي وولادها. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا على الطريق، الطريق سهل واصل للجنه، سهل جدا جدا والله، اللي هو من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ربنا يستر الانسان يا استاذه دعاء والله. واحنا كلنا كل انسان بيشوفني دلوقتي بيبقى نايم وممكن يتقلب كده الساعة 1 بالليل فيروح رايح عشان يشوف الولاد متغطين ولا لا، مع ان في 4 جدران وفي سقف وفي شبابيك وفي ستاير وفي كل حاجة وفي سرير، صح؟ مش كلنا بنعمل كده، وممكن يبقى في دفاية كمان، وبعدين يشوفوا العيال متغطية ولا مش متغطية، هو خايف عليهم من البرد. طب والناس اللي هم لا مأوى لهم، ده ما فيش سقف، ده ما فيش غطاء، ده المية لما بتنزل عليهم تبهدلهم، احنا شفنا الحالة بتاع البيت عاملة ازاي. من الذي يقف بجانب هذه المرأة؟ مين؟ هو ده السؤال. لمن كان له قلب، مش القرآن قال كده؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. هي دي الذكرى. احنا نذكر مين؟ كل واحد له قلب يعي، الكلمة تدخل في ودنه فيشعر بها قلبه فتتفاعل جوارحه فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يقدم خيرا. طب وأنا لما بقدم خير بقدم لمين؟ أنت تقدم لإنسان، يعني أنت في النهاية أنت تقدم لإنسان. وهو الحقيقة أن الواحد لما بيقدم خير لحد هو بيقدمه لنفسه. أيوة، ده حاجة تانية. أنت لما بتشوف السعادة، أنت في الحقيقة أنت بتشوف السعادة فعلا في الدنيا وبتشوف أيضا أنت كمان، لكن لما تيجي تبحث في أصل الحقيقة أنت يوم القيامة تنجو. يبقى انت بتعمل ايه؟ تفعل لنفسك خيرا. هي اشكاليتنا كلها ان احنا مش منتبهين ليوم القيامه. مشكلتنا يا استاذه دعاء اللي احنا عايشين وكاننا لن نموت. هي دي الاشكاليه. عشان كده انا خايف اعمل معاكي حلقات عن الموت. عشان الناس تقول للناس فوقوا بقى شويه. فوقوا فعلا. فوقوا شويه عشان نعمل خير. نعمل خير. طب والخير ده لمين؟ ليا انا. قدم خيرا لنفسك. ودايما نسمع حالات ونقول يا ابني ما تعمل لابوك حاجه، يقول لي لا هو ما عملش لنفسه ليه. والله بيجي لنا ناس كده، هو ما عملش لنفسه ليه؟ فصح، ابوك غلطان. ويا كل اب ويا كل ام قدموا لنفسكم خيرا الان. ربنا يقدرنا جميعا كده ونشتغل لله. ونطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل حلقتنا. خليكم
الشغل العزيز سافوا واللي جوه سافنا بلص والكهرباء موصلنا على الحيطة موصلنا على الحيطة. مشوار خير جديد بنبدأه مع مؤسسة تذكر، بس قبل ما نبدأ النهاردة عايز أقول لحضراتكم على فكرة جميلة جدا، حصالة الخير. هنعمل إيه؟ هنحط حصالة كده في البيت، فاكرين الحصالة بتاعت زمان؟ ولكن دي حصالة خاصة بالخير، كل واحد معاه فلوس فايضة أو عايز يحط مبلغ كده يتبرع بيه لوجه الله يحط فيه الحصالة دي، مش إحنا بس، إحنا وأولادنا عشان أولادنا كمان يتدربوا على عمل الخير. كده هنطلع أولادنا عندهم معنى عمل الخير علشان يقدروا يعملوا الخير دايماً وما يستصعبوهوش. يلا بينا مع بعض نبدأ مشوار الخير، توكلنا على الله. إحنا موجودين دلوقتي مع أم حسن نسمعها ونعرف ظروفها. إزيك يا أم حسن؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. طمنين عليكم كده، عايشين إزاي؟ ظروفكم عاملة إيه؟ ظروفنا والله وحش. الشغل العزيز سافوا واللي جوه سافنا بلص والكهرباء موصلنا على الحيطة. سقفتوا الجزء ده بالقسط؟ أي والله. خدتوا يعني كارد من حد يعني عشان تسدوه بعد كده؟ والله العظيم. وجوزي رزق يوم بيوم. شغال ايه جوزك؟ شغال بيلم ازاز كده وكاراتيه. انت عندك كام طفل؟ معايا اربعه. معاكي اربعه؟ وعايشين انت وزوجك وحماتك صح؟ ايوه وعايشين. طب احكي لي كده يعني يومكم بيمشي ازاي؟ الاكل يعني الشرب بيمشي كده تقريبا فطرنا ما بنتغداش بنتعشى بس. والله العظيم زي ما بقول لك كده. ومعنا طبعا اربعه لو وجوزي رزق الله وعياء عنده غدره. عنده غدروف. وعامل اشعه جوه. ويعني ورث يوم بيوم. ان تعب بيقعد يقاس بقى ما بيطلع. ويعني هو وعايشي هنعمل ايه؟ ربنا يديكوا الصحه يا رب ويقدركم. طب قولي لي انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين نسقف دول ونصب حتى الارضيه. تسقفوا الاوضتين اللي باقيين؟ ايه الاوضتين الباقيين ونعمل حتى الارضيه وخلاص. والارضيه دي عشان هي كده كاننا قاعدين على دي كانها هي الارض نفسها الارض اللي كانها الأرض في الشارع. هي دي قاعدين عليها. ايوه دي اللي قاعدين عليها بس. عايزين بتقولي تصبوها يعني ايه تحطوا زي اسمنت كده؟ ايه ونعملها بس كده وخلاص. مش عايزين حاجه اكتر من كده منكم. يا رب يخليكم وطول عمركم. ربنا يقدركم يا رب. يا رب يعني كل ثقه ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعدهم ونسعدهم. يعني نعمل لهم البيت كده. هي كانت بتقول نعمل صبه بس يعني شايف ان اللي يليق بينا باذن الله ان احنا نعمل لها شويه حتى بلاط كده يقدروا يبقوا مرتاحين وهم قاعدين في البيت ونكمل لهم ستر السقف اللي باقي ولو نقدر كمان نسدد لها الاقساط اللي هم عاملين بيها جزء السقف اللي جوه. وربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا ودايما مع مؤسسه فذكر ان شاء الله مش هنسيب حد محتاج. عايزه افكركم مره تانية مشاهدينا ارقام تليفون مؤسسه فذكر هي اللي موجوده على الشاشه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم. وعايزين نقول انه زي ما بنشوف اغلب الحالات يعني محتاجين سقف للبيت، محتاجين وصلات ميه، حاجات بسيطه. وعايزين نقول الاسعار برضو مؤسسه فذكر بتعمل السهم السقف ب5000 جنيه السهم الواحد في سقف البيت ب5000 ودخول وصله الميه بالعداد اللي هي الرسميه ب5000. لكن شوف يا استاذ دعاء من ستر ستر ومن جبر جبر. كلنا حافظين الكلام ده طبعا. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تذكر كلام الحافظ ابن حجر كما يقول قال المهلب يقول المنفق اللي بيتصدق يا استاذ دعاء واحنا كلنا محتاجين الكلام ده نسمعه كويس نفوق بقى. المنفق يستره الله في الدنيا والاخره يسبل عليه ستر ربنا عز وجل. يبقى انا محتاج ده ولا مش محتاج ده؟ طبعا. عارفه يستره الله في الدنيا والاخره ايه؟ المنفق. مش انت انفقت ربنا ما يفقركش. مش انت انفقت ما عشان واحد محتاج فيخليك انت مش محتاج. مش انت انفقت يكفر عليك الذنوب ويسترك في الدنيا والاخره. يعني يوم القيامه ربنا يسترني من الذنوب اللي انا عملتها عشان انا تصدقت. ايوه اه والله وربنا هيسترك ان شاء الله بس يقدم خيرا يعني قدموا خيرا لانفسكم يعني. طيب وراح قايل ايه بقى؟ من خلال نظرته للأحاديث وآيات القرآن الكريم قال وأما البخيل فيفضحه ربه. اللهم عافينا. تاني وبقى المنفق يا أخوانا إيه؟ يستره الله في الدنيا والآخرة. طب والبخيل المال مش كنزت؟ طب عشان إيه؟ عشان أنستر وما سترتش غيرك؟ لا ومش عاوز أستر غيري
هو انا تعبت، عارفه الناس اللي بتقول ده انا تعبت، ده انا شقيت، ايوه ماشي، اه انا اللي جبت الفلوس، ده الزكاه يعني. الزكاه 100,000 عليها 2,500 مش حاجه. طيب لا هفضل كده ومش هطلع، لا صدقه ولا زكاه. يقول واما البخيل فيفضحه الله في الدنيا. اللهم عافينا، ربنا هيفضحه. طب في الدنيا وفين والأخر. وفي الاخر نسال الله السلامه، يسترنا يا رب. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسه فذكر. قولي لي يا حاجه مصباح، لما مؤسسه فذكر جت المؤسسه عملت ايه؟ جابت لي، صرفوا لي فلوس وبنوا وجابوا لي خشب وسقفوا لي. ربنا يبارك فيكم ويحنن عليكم ويكفوهم شر المرض ويطول عمرهم ويجعل في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم كما بارك في بحر النيل. كل اللي سبب وجاب قر ومشي خطوه لي مع مؤسسة فذكر. الأرقام على الشاشة والأرقام موجودة معانا. محتاجين نستكمل البيت للحاجة مصباح، محتاجين نكمل عملية التكريم للحاجة مصباح. حاجة مصباح أم تستحق فعلا إن احنا نكرمها ونساعدها ونسعدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيساعدكم وهيسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. وشفنا طبعا الحالة، وإحساس جميل إن الواحد يقدر إن هو يساعد إخواته المحتاجين، يعني فرحة، واللي بيدي ده بيفرح أكتر من اللي بياخد، سبحان الله. هو بس أنا يعني أنا محتاج أقول بس كمان إن يعني العطاء والمعطي، المعطي بيسعد أكثر من الأخذ. أيوه. يعني اللي بياخد ده بيبقى ممكن فرحان وبتاع، أنت بقى أنت معطي، انت اللي بتعطي، فانت سبب من الاسباب، فالثواب يكون اعظم ان شاء الله. لكن كل انسان بيتصدق، واحنا بس عاوزين نقول للساده المشاهدين ان كل انسان بيتصدق في ارقام دلوقتي، سواء ارقام حسابيه ولا ارقام بريديه، معناها ان في رقابه على هذه الايه، على هذه الحسابات، ان الناس وهي بتتصدق يبقى وهي بتحط في الحساب ولا بتحط في رقم بريدي ولا بتقول يا جماعه خد ايصال رسمي، خد إيصال رسمي عشان تقول والله وتابع، وقول والله أنا الحالة بتاعتي راحت فين والصدقة بتاعتي راحت فين، وأنا عاوز أروح أشوف الحالة، وانزل بنفسك وقول الكلام ده وشوف. وليه كل ده بقى؟ لأن الإنسان إذا ما فعل ذلك هيبدأ في النهاية يبقى مطمئن ومنشرح الصدر، وعلم إن الصدقة بتاعته رايحة في مكانها الإيه، في مكانها الطبيعي. ربنا كده يستخدمنا ولا يستبدلنا، وربنا يجعلنا احنا الايد العليا اللي بتدي وتفرح غيرنا يا رب دايما. نشوف كمان تقرير خير ونرجع لكم مرة تانية.
الحالة اللي احنا فيها، اللي مطلوب للحالة، ازاي وصلوا للمرحلة دي، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم من خلال التقرير ده. السلام عليكم. ازاي؟ لي سلام. اسمك ايه؟ سرايا. عندك كم سنة يا سرايا؟ عندي 15 سنة. البيت ده عايشين فيه ازاي كده؟ دي كانت حتتنا احنا والناس عادتنا غازين كده. الصاج ده؟ ايوه. يعني الناس مدين لكم دوت فترة مؤقتة تبرع؟ ايوه. ابوك فين وامك فين؟ ابي وامي منفصلين عن بعض، وابي مسافة طلع برا البلد ما نعرفش مكان. طب مين بيصرف عليكم يا سرايا؟ والدتي. والدتك؟ بتصرف عليكم منين؟ بتشتغل في الغيطان وتصرف عليا. يعني بتطلع تشتغل بالأجرة باليومية في الأراضي في الغيطان؟ أيوة. اللي حواليكم؟ أيوة حوالين الباب بتطلع تشتغل، ومرة أطلع عني أختي تطلع مرة بلاها. تطلعوا تشتغلوا معاها تساعدوها يعني؟ أيوة بنعزق ولما حشيش واللي في الغيطان كله بنعمل. أنت وأمك وأختك؟ أيوة. أنتوا أربع بنات؟ أيوة. وأمك هي اللي شايلاكم؟ أيوة. طب احنا خمسة في البيت. يعني امك والاربع بنات، انتوا خمسة. ايوه. والشغل ده بيكفيكوا اكل وشرب ومصاريف يا سرية؟ المقصم وربنا بنمشي بيه. وضع البيت ايه يا حبيبتي؟ احنا ما بننمش اصلا الليل، وبنخاف لحسن حد ينزل علينا، والفيران والحاجات اللي بتيجي من الغيطان حوالينا في البيت هنا. محتاجين ايه في البيت يا سرية؟ محتاجين بس اللي في البيت. يعني ايه تلف في البيت عشان الناس تفهم؟ عايزين نبنيه عشان ما حدش ينزل علينا. لازم كلنا نتكاتف ونتعاون، ولازم كلنا يعني نقف مع الأبطال دول، مع سرية وأمها وإخواتها البنات. أقول لحضراتكم العمل اللي هيتعمل مع الأسرة دي، تأكد تماما أنه هيكون جبال من الحسنات في ميزان حسناتك في يوم القيامة مع مؤسسة فذكر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يعني حاجة توجع القلب في نهاية الحلقة كده، سبحان الله. بشكرك يا أحمد، ربنا يكرمك. أنا بس قبل ما أخلص يا أستاذة دعاء، عاوز أقول الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الإنسان الصدقة يا أستاذة دعاء يعني تكفر الذنوب الكثيرة التي تدخل النار، واليسير من الصدقة تستر المتصدق من النار. ربنا يسترنا جميعا ويعافينا من النار. وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.